مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل، لسه مكملين معاكم بقيه فقراتنا. صناعه المحتوى حاجه مش سهله، اي نعم احنا دلوقتي بنعيش مرحله كل يوم بيظهر فيها ناس جديده بتقول انهم بيقدموا محتوى، لكن اللي بيفضل ويستمر ويعلم مع الناس بيروحوا له اكتر هو المحتوى المتميز. الشاطر هو اللي بيقدر يحقق المعادله، وهي انه يقدم محتوى جديد وحلو ومكتوب باحترافيه ومتصور بطريقه مختلفه عشان يقدر يشد الناس، واللي بيقدمه كمان طبعا يكون عنده موهبه وقبوله. بصراحه ده للاسف انا ما بشوفش ان هو بقى متحقق عند ناس كتير في الوقت ده. اي حد بيفتح التليفون يعمل فيديو يتكلم وهو ما عندوش، ممكن يبقى عنده معلومات بس ما عندوش القبول اللي يخلي الناس تتفرج عليه وتسمع هو بيقدم ايه. علشان كده اللي بيفضل وبيستمر ناس قليله، ومنهم صناع المحتوى المتميز طبعا، واللي حقق نجاح كبير قوي مؤخرا في الموضوع ده وشهره كبيره، المخرج الجميل والزميل العزيز سامح سند. شوفي أنا المفروض إن أنا يعني هتكلم على صانع محتوى متميز سامح، بس أنا يعني أحب أقول لحضراتكم إن سامح كان زميل وصديق أيام سبيرو والعائلة بقى، لأن هو له أخت برضه بتشتغل في الإخراج، ندى والده أستاذ عظيم في التصوير أستاذ محمد سند. يعني أنا أعرف هذه العائلة، وفوجئت إن أنا بتفرج على التيك توك وعلى الحلقات وكده. فالاول انا شفت صورته، طبعا هو احنا السنين عدت بينا، هو ده سامح؟ بعدين ركزت ده سامح، بعدين لقيت ان هو اختلف تماما في توجهاته. هو كان مخرج ومخرج شاطر طبعا وبيعمل حاجات كتير، فجاه لقيت سامح ده بيقدم قصص وبيقدم محتوى اجاثا كريستي كده، يعني حاجه زي اجاثا كريستي بنسمعها بتتشد لما هو بيسمع قصه، التفاصيل من كتر ما بيقولها بطريقه حلوه. وسامح كان مخرج ما كانش مذيع، يعني ما اعرفش هو جاب الموهبه دي منين. ما هو عشان مخرج فتفاصيل الحلقات بتاعته صوره وصوت وافكتس، وعارفه بتقعدي قدام الفيديو عامله كده، لانه أنا ملم كنت بشتغل بكل تفاصيل الشغلانه. ما كنتش شايفه ده سامح، لانه هو كان احنا كنا في قطاع الاخبار، فكنا بنشتغل اخبار ستاند باي، الخبر ده عندك، لا هنطلع لايف، لا هنعمل كذا، يعني مجال تاني انه بيحكي وانه بيع الاخبار ما فيهاش حكاوي، فيها أيوة. واحد زائد واحد يساوي اتنين. عايزه اقلده، يعني مش عارفه اذا كنت ايه هعرف اقلده ولا لا، اقلده في المحتوى اللي هو بيقدمه. تعالوا نحاول نقلده. اللي في الصوره دي واحد من اهم صناع المحتوى. تعالوا بقى ايه كده، لو عرفتوا قصته مش هتبطل ان انت تتابعه. هو مش لوحده اللي بيسهر طول الليل يجمع في قصص ومعلومات عشان يقدمها لنا، لا ده معاه شريكته اللي لو شفتها للوهلة الاولى مش هتصدق ان الشكل الطيب ده هي اللي مستحملة انها تعيش في جو كله جرايم وقتل ودم ومعمل جنائي وطب شرعي. برحب بيك. سامحينا المقدمه طولت مننا، بس عشان عايزين نتكلم عن سامح. جدا برحب بيك يا هبه الليسي زوجة المخرج سامح سند، زميلي وصديقي. عرفت اقلده؟ هايله بالظبط يا جماعه، بالظبط الاداء وتقطيعات الجمل بالظبط، التقطيعات فعلا عرفت اقلده جدا ما شاء الله. هبه كمان كانت اعلاميه سابقه زميله منورانا في صباح البلد. سعيده جدا ان انا معاكم النهارده في صباح البلد، يعني احنا اسعد. كلمينا بقى عن الكارير شيفت اللي عمله سامح ده، تقبلتيه ازاي وتعاملتي معاه ازاي؟ بصي، هو كان اصلا في وقت صعب جدا جدا جدا. سامح رايح يقدم استقالته، في اليوم ده انا اكتشفت ان انا حامل في ابننا الاول، بتصل بيه من التلفزيون المصري يعني؟ لا، هو كان سينيور بروديوسر في قناه فضائيه، وكان دايما شايف ان هو لا مش هو ده اللي انا اللي الاقي نفسي فيه، وفي حاجه تانية المفروض اعملها. وكانت دايما سبحان الله مامته الله يرحمها دايما تقول له، هي ما شافتش سامح بعد الانتقال ده، دايما تقول له انت مش انت في حاجه هتعملها يا سامح، انت الناس كلها هتبقى عارفاك، انت ده مش مكانك. واحنا مش عارفين، يعني هو مخرج فسامح يعني هيبقى ايه اكتر من كده، يعني مخرج وهفضل خلاص، هو سينيور بروديوسر قناه، يعني هيبقى رئيس قناه طيب ماشي.
فرايح يقدم استقالته من القناة، وانا اكتشفت ان انا حامل بكلمه، بيقول لي انا خلاص الحمد لله خلاص استقلت، والمفروض ان هو بياخد الخطوة علشان هو مش عارف يعمل ايه، بس هو رايح اتجه للديجيتال علشان هو ده المستقبل وبيدور على حاجه يلاقي نفسه فيها. وكان عايز كده، كان عايز يقدم محتوى خاص بيه بالظبط، ودايما كان يقدم افكار، بس القيود بتاعه القنوات وانه انت ملزم بحاجات معينه اداريه، ما ينفعش نعرف يعني، ما فيش وقت اصلا نعمل حاجه تانية. فقدم ده، والقناه مش هتعمل برنامج لحد جديد بالظبط. لا هو حتى ما كانش بيقدم ليه، يعني هو ما كانش بيقدم افكار ليه خالص، كان لسه حتى فكره ان هو اللي يقدم دي مش موجوده في الخطه يعني. هو بيفكر في انه يعمل حاجه ديجيتال، سامح كل اللي في دماغه المضمون، مش فارق مين اللي بيقدم المضمون، هو عايز يعمل مضمون صح. قليل الكلام جدا يعني، سامح من النوع، ما ده المفاجاه جداً. انه هو من النوع اللي كنت تقعدي معاه يفضل ساكت ساكت ساكت، وما يعني ما يتكلمش كتير يعني، مش من نوع الرغاية يعني. وسامح حكيم وتقيل قوي حتى. أيوة. في البيت يعني بيضحكنا مثلا وهو قاعد كده، عارفه اللي هو احنا قاعدين وقايمين الضحك مثلا على كلمه جمله، وحتى في الحلقات بتاعته بيقول الافيه وهو مش بالظبط، هو كده دي شخصيته الحقيقيه بالظبط، احنا كده طول الوقت. فقدم استقالته وانا بقول له ان انا حامل وخلاص بقى، احنا عايشين في البيت ما فيش شغل، ونازل للسوق ما فيش حاجه، عنده خطه معينه الا ان هو عنده تارجت انه انا عايز اعمل مضمون كويس في الديجيتال، وكان بيتابع ديجيتال كتير جدا، بيتابع ناس كتير على المحتوى يعني الالكتروني السوشيال ميديا، وشايف انه لا يعني كل الحاجات دي مش مظبوطه، هو ده المستقبل، بس ما فيش حاجه بعينها بتتقدم للناس تحترم عقول الناس اللي رايحه لها. فعمل تجارب كتير جدا للناس. ممكن بس اسجل احترامي ان انت في الوقت ده كست وزوجه وحامل تقبلتي انه تاخدي الريسك ده في حياتك طبعاً. وتقفي في ظهره. هو كان واثق في نفسه قوي، وانا انا مقتنعه بسامح جدا. انا مقتنعه بسامح جدا، عايزه اقول لك يعني لما بيقول حاجه هي سبحان الله دايما بتبقى صح. يعني عارفه الحد اللي هو واثق في نفسه واثق في اللي بيعمله قوي، فبينقل لك ثقته دي، وفعلا سبحان الله هو يعني سبحان الله مش عارفه، بس هي حاجه فعلا هو مش بيعمل مش هبه. عايزه اسالك سؤال طبعا. يعني هل ميول سامح المحتوى اللي بيقدمه لنا اغلبه جرايم وحاجات كده وحاجات يعني عارفه، وانا بقول لك كنت بحس ان انا لما بتفرج على سامح كاني بقرا كتاب لاجاثا كريستي يعني صراحه يعني بس بصوت بقى وباداء. هل هو ده اهتماماته يعني؟ المحتوى ده برضو يعني هو غريب يعني، قصص غريبه وبيجيب القصص دي منين وبيقعد يدور عليها يعني؟ احكي لي الورا اللي احنا بنشوفه ده. هو من زمان قوي سامح بيحب الحاجات الغامضه والغريبه وبيحب الوثائقي اكتر، فكان دايما بيحب يعمل حاجات مش بيظهر فيها، بس يعمل كده ايه كليبات بسيطه عن حاجات غامضه، ويقعد هو مع نفسه طول الليل. سامح شغله دايما بيسهر بالليل فيسهر بالليل يتفرج على، عشان كده هو نايم دلوقتي، كان نفسنا يبقى يدخل معانا يصبح علينا، بس هو نايم. انا خارجه وهو كان بينام، فيسهر طول الليل يتفرج على الحاجات الغامضة والوثائقيات الغريبة. بيحب الحاجة الغامضة يقعد يلاقي لها هو حل، لأن كل الجرائم حتى اللي بيقدمها لنا بتبقى كده suspicious يعني، تبان مغلقة جدا، وبعدين نلاقي القاتل ده كان قريب، واكتشفنا في الآخر أنه حتى لو ملهاش حل تلاقيه هو بيقولك ممكن أنت تشوفيها من أي زاوية عشان ما توصليش المرحلة دي. بيستمتع هو